عام دراسي جديد يطل على الطلاب في اليمن في ظل أزمات متتابعة فاقمت من معاناة الناس. فالصراع الدائر في البلاد منذ نحو 6 سنوات ألقى بظلاله القاتمة على كل مناحي الحياة، من ارتفاع في الأسعار إلى نقص حاد في السلع الأساسية إلى تفشي للأمراض والأوبئة مع انهيار شبه كامل للقطاع الصحي في البلاد. كل ذلك لم يمنع طلاب محافظة تعز اليمنية وطالباتها من الحلم بغد أفضل بعد عطلة طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء كورونا. قضينا فترة إجازة كان بسبب كورونا، لا استفدنا، لا قدرنا ندخل دورات تدريبية في أي مجال. الحمد لله الآن عدنا إلى المدرسة، عدنا من جديد وبقوة وإرادة أكبر، وبإذن الله نوصل لمبتغانا ونحقق أحلامنا وما نوقف، وإن شاء الله تعدي جائحة كورونا على خير، وخلاص ما الآن ما حيكون في كورونا ولا أي حاجة تعلق لنا. وعلى الرغم من الحرب وتداعياتها الكارثية، تستعد المدارس الحكومية والأهلية في محافظة تعز لاستقبال العام الدراسي الجديد، لا سيما في المناطق المستعادة من سيطرة ميليشيا الحوثي. 1552 مدرسة حكومية، 1183 مدرسة أهلية على مستوى المحافظة، 43660 معلم ومعلمة، الجميع يتهيئون لاستقبال أبنائهم الطلاب في جميع مدارس المحافظة. نتمنى أن يكون هذا العام خاليا من كورونا، خاليا من العراقيل. ويبقى الأمل في انكشاف كابوس الحرب والصراع في اليمن، ويبقى حلم البسطاء في عودة الحياة إلى طبيعتها في وطن كانوا يسمونه تاريخيا اليمن السعيد.